أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الجريمة والعقاب في افتتاحيات الشطرنج. السلسلة دي بتعتمد على إن مرحلة الافتتاح بيكون لها قواعد معينة، ولكن إذا اخترقها أحد اللاعبين فإن هذه السلسلة بتعطي الإجابة عن السؤال الهام، وهو إزاي نعاقبه على هذه الجريمة. ودلوقتي تعال نستعرض عناوين السبع فيديوهات اللي بتكون هذه السلسلة. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 2، خروج الوزير مبكرا. احد النصائح الاولى والهامة اللي بيعطيها المدرب للاعبيه المبتدئين هو الحذر بشأن الوزير وعدم خروجه المبكر للعب إلا في مرحلة متأخرة من الافتتاح، وبعد ما يتم تعبئة جميع أو على الأقل معظم القطع الأخرى. بالطبع أهمية هذه القاعدة والالتزام بيها بيختلف من حالة إلى أخرى، ولكن إحنا هنا فقط بنحذر بكل شدة من الاستهانة بهذه النصيحة. ودلوقتي يلا نوضح الفكرة بمثالين، وكيف إن خروج الوزير المبكر أدى إلى صعوبات كبيرة للاعب اللي اخترق هذا المبدأ. دور رقم 3 بين جراند ماستر ألكسندر مويسكو من أوكرانيا، وبيلعب ضد سيمون ديفورس، وده برضو جراند ماستر من روسيا، في دفاع جرونفيلد. الدور ده كان في فيوجن 2006. يلا نشوف الدور. d4 نايت f6 c4 g6 نايت c3 d5 بيشوب g5. الخط ده من دفاع جرونفيلد اصبح منتشر جدا في السنوات الاخيرة، وفي افكار جديدة تم اكتشافها بالنسبة للابيض. وكمل الدور نايت e4 عاوز الفيل، بيشوب h4 نايت تيك c3 بي تيك c3، وهنا الاسود كمل دي تيك سي 4. دي نقلة جيدة بالنسبة للاسود، لكن الاسود عنده خيارات تانية زي مثلا السي 5 او ايضا بيشوب جي 7، لكن الاسود في الموقف ده كمل بدي تيك سي 4. وكمل الدور اي 3، الابيض عاوز بيدا سي 4 والاسود لعب كوين دي 5. دي نقلة سيئة للأسود اللي طلع بوزيره في وسط الرقعة عشان يحمي البيدق، ولكن ده هيعرضه لأخطار. لو كان الأسود عاوز يحمي البيدق فيمكنه أن يلعب نقلة زي بيشوب E6، وده هو الخط الرئيسي، لكن الأسود لعب كوين D5 والأبيض كمل ببيشوب E2. نقلة جيدة جدا، الأبيض بيعبق الفيل أولا وبيسمح لفيله في بعض الأحيان إن يجي في مربع F3، إذا مثلا الأسود حاول إن يلعب نقلة زي B5 عشان يحمي البيدق وبعدين بيشوب B7. بالطبع دلوقتي لو الأسود كمل بكوين تيكس G2 هتبقى نقلة سيئة، علشان الأبيض هيلعب بيشوب F3 والوزير ملوش أي مهرب، ولذلك الأسود هنا كمل بنقلة كوين A5. ودي نقلة سيئة أخرى، الأسود بيسعى للفوز ببيدق بينما أهمل التعبئة بشكل تام. كان المفروض الأسود بدل ما يلعب كوين A5 يلعب نقلة زي نايت D7 ويكمل التفريع بنايت F3 نايت B6 كاسل بيشوب G7. والنقلات دي بتبدو أكثر فائدة للأسود، فهو عبق قطعتين وبيستعد للتبييت، لكن الاسود في الموقف ده كمل بكوين A5 والابيض رد بنقلة جميلة وهي نايت F3. الابيض يتجاهل تهديد الاسود بالفوز بالبيدق C3 واستمر ببساطة في التعبئة. وكمل الدور كوين تيك C3 تشيك نايت D2 C6. الاسود بيخلي طريق التراجع للوزير من A5 ل G8. لو الاسود ملعبش C6 وحاول ان هو يتمسك بالبيدق ولعب نقلة زي B5 هتكون النهاية كارثية، الابيض هيكمل بA4 بيشوب B7 كسل A6 بيشوب F3 والابيض هيفوز بمادة
وأصبح مسيطر تماما على الرقعة. ممكن للأسود في الموقف ده بدل ما يلعب السي 6 يلعب نقلة زي بيشوب جي 7 ويعبق الفيل وفي نفس الوقت يستعد للتبييت. لكن الأسود في الموقف ده كمل بسي 6 وكمل الدور كسل كوين اي 5 الوزير بيتراجع نايت تيك سي 4 كوين جي 8. لازم نلاحظ ان الوزير الاسود رجع في النهاية لموقفه الابتدائي بعد ما قام بخمس نقلات انتهت بانه فاز ببيدق لكن متأخر للغاية في التعبئة، وده هو اللي هيكلفه الدور، وعشان كده بنقول تجنب خروج الوزير مبكرا. وهنا الابيض كمل بكوين بي 3 ودي نقلة في منتهى القوة. موسينكو الابيض اكتشف ان افضل مربع لوزيره هو على ال 3 وكمل الدور بيشوب جي 7 كوين اي 3. من ال 3 الوزير بيزيد الضغط على بيدق اي 7 وبيمنع الاسود من التبييت، ولذلك الاسود اضطر ان يلعب بيشوب اف 8. وطبعا اعادة القطعة الى موقعها الابتدائي من النادر ان يكون صحيحا وخاصة في مرحلة الافتتاح. وكمل الابيض دي 5 ودي نقلة قوية، والنقلة دي عبارة عن اختراق بالبيدق ومحسوب جيدا وبيخلي العديد من الخطوط للأبيض إلى معسكر الأسود. وكمل الدور سي تيكس دي 5. إذا الأسود ملعبش سي تيكس دي 5 ولعب مكانها كوين تيكس دي 5 هيخسر فورا بنايت بي 6 بشوكة للوزير والرخ وبيدق اي 7 مربوط على الرخ. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل بسي تيكس دي 5 وكمل الدور كوين سي 3. الابيض بيلعب نقلات قوية وهو دلوقتي عاوز الرخ، والاسود رد باف 6 والابيض كمل بنقلاته القوية ولعب نايت دي 6 تشيك، والاسود مجبر على لعب كوين تيكس دي 6. لو الاسود ما خدش بالوزير واخد ببيدق الاي بيكمل الابيض ببيشوب تيكس اف 6 عاوز الوزير وعاوز الرخ بحماية وزيره، ولذلك في الموقف ده الاسود مجبر على الاخذ بالوزير، والابيض كمل كوين تيك سي 8 تشيك كينج اف 7 والابيض كمل بنقلة قوية اخرى بيشوب بي 5، ودي بتسمح بالكش من مربع اي 8 وفي نفس الوقت بتأيد الوزير والحصان عن الحركة. كمل الاسود بيشوب جي 7 ودلوقتي الابيض هيستعيد كل المادة اللي هو فقدها مع الفوائد الباهظة، وكمل كوين تيكس بي 7 عاوز الرخ روك دي 8 كوين تيكس اي 8. الابيض دلوقتي متفوق برخ كوين بي 4 عاوز فيل بي 5 وعاوز فيل اتش 4 روك اي بي 1 كوين تيكس اتش 4 بيشوب اي 2. الابيض عاوز الحصان اف 5 جي 3 والوزير والحصان مطلوبين، ولازم الاسود هيخسر قطعة ولذلك سلم. ودلوقتي تعالى نشوف الدور رقم 4 اللي بيتلعب بين اتنين من السويد هيلر بيرسون وهو جراند ماستر ضد كيم نيفرجن في السويد 2004. يلا نشوف الدور دي 4 اي 6 سي 4 بي 6 اي 3. ده رد منطقي على دفاع اوينز اللي بيحاول فيل اسود ان يتخلص من وجود فيل الملك على مربع البي 4 بيشوب بي 7 نايت سي 3 كوين اتش 4. دي نقلة سيئة والخروج المبكر للوزير لا يتلائم مع اي مهمة معينة، بل على العكس بيعرض الوزير للتهديد من قطع الخصم. في الموقف ده في اكتر من نقلة ممكن يلعبها الاسود، ممكن يلعب اف 5 وممكن يلعب نايت اف 6، والنقلة دي بتاخد تحكم كمان على المربع المفتاح اي 4، ولكن الاسود كمل بكوين اتش 4 وكمل الدور نايت اف 3 عاوز الوزير وفي نفس الوقت بيعبق قطعة. كوين اتش 4 بيحرك الوزير للمرة التانية اي 4. الابيض بيفوز بمساحة وبيحضر للنقلة المغرية بيشوب اي 2 عشان يهدد الوزير. الاسود بيرد باف 5 على الرغم من عدم وجود تعبئة كافية للاسود، الا انه بيفتح الدور
وربما تكون دي الطريقة الوحيدة عشان يعدل لعبه السابق. لكن الأبيض كمل بيشوب E2، ودي نقلة جيدة وبيعتمد على بعض التكتيك البسيط. الأبيض بالنقلة دي تجاهل التهديد بالأخذ على الـ E4 واهتم فقط بالإسراع في التعبئة، وكمل الدور كوين F7. الأسود مضطر إن يحرك وزيره للمرة الثالثة للأسف، لأنه لو محركش وزيره ولعب نقلة زي F takes E4 دي هتكون نقلة سيئة، والأبيض هيكمل بنايت G5 عاوز الوزير، كوين H4، G3 عاوز الوزير مرة أخرى، كوين H6، نايت G takes E4 عاوز الوزير للمرة الرابعة، كوين H3، بيشوب G5 عاوز الوزير للمرة الخامسة، كوين G2، بيشوب F3 عاوز الوزير للمرة السادسة، كوين H3، نايت G5 عاوز الوزير للمرة السابعة، وكمان هيفقد مادة. وده بيوضح لنا خطأ الأسود اللي خرج وزيره في بداية مرحلة الافتتاح، ولذلك في الموقف ده الأسود تراجع بوزيره إلى الـ F7، وقلنا إنه مضطر لها للأسف. وكمل الدور نايت E5 عاوز الوزير، كوين F6، H4. الأبيض بيلعب H4 علشان يقدر يعبى آخر قطعة صغيرة عنده على مربع G5 وتهدد الوزير في نفس الوقت. والأسود كمل بيشوب E7. لو الأسود ملعبش بيشوب E7 وحاول إن يمنع الفيل من إنه يحتل مربع G5 ولعب H6، هيلعب الأبيض بيشوب H5 تشيك، والأبيض هيفوز ماديا بسبب شوكة الحصان سواء من مربع G6 أو من مربع F7 حسب المربع اللي هيروح له الملك. وإذا الأسود في الموقف ده كمل بـ F takes E4 دي هتكون نقلة سيئة جدا، والأبيض هيلعب بيشوب G5 عاوز الوزير، والوزير ما عندوش غير ان يجي في الـ F5 وهيلعب بيشوب G4 ويفوز بالوزير. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل ببيشوب E7 وكمل الدور بيشوب G5 كوين F8. بالطبع مش هو ده المربع اللي كان بيحلم بيه الوزير لما ترك معسكره في النقلة الرابعة وراح للـ H4. وكمل الدور E takes F5 نقلة قوية جدا. الأبيض بيستغل تفوقه في التعبئة وبيحاول إن يفتح الموقف E takes F5 بيشوب F3، ودي نقلة منطقية أخرى عشان يتخلص من القطعة الوحيدة النشطة في معسكر الخصم، نايت C6 نايت B5 بيرفع حدة الضغط على موقف الأسود، والأسود دلوقتي ما يقدرش يحمي بيدق C7 غير بالتبييت الطويل. وتعالى نشوف الأبيض هيفوز إزاي. نايت تيكس C6 بيشوب تيكس C6 نايت تيكس A7 تشيك كينج B7 D5 نقلة قوية جدا، بيشوب تيكس G5 دي تيكس C6 تشيك دي تيكس C6 كوين A4 نقلة في منتهى القوة. وهنا الأسود حاول إنه يلعب بعض اللعب المضاد ولعب كوين E8 تشيك كينج F1 نايت E7 H تيكس G5 روك E8 روك E1 نقلة جيدة جدا، روك تيكس A7 كوين B4 والأبيض هيفوز بقطعة وهيفوز بسهولة، ولذلك الأسود سلم. وإلى اللقاء في الفيديو القادم من سلسلة الجريمة والعقاب في افتتاحيات الشطرنج.